أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي نظام المقررات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج المراجعات 100 على 100، وسنراجع سويا في هذا الدرس مادة الفيزياء. ستكون مراجعتنا بإذن الله تعالى عبارة عن أسئلة وأجوبة أعدت بعناية من فريق متخصص، وسنقوم بدورنا بتوجيهك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة على الطريقة الحل الصحيحة لهذه الأسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله تعالى معكم أولى الأسئلة. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نبدأ وإياكم بمراجعة المنهج، وسنركز في هذا الجزء على وحدتين هما أساسيات الضوء ووحدة الانعكاس في المرايا. ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله السؤال الأول. السؤال الأول: علل تستطيع رؤية جسمك على نافذة الزجاج رغم أنه شفاف. قبل أن تجيب عزيزي الطالب على هذا السؤال، يجب عليك تذكر المواد التي تصنف على حسب نفاذيتها للضوء، فإما أن تكون شفافة وشبه شفافة أو معتمة. في حالة هذا السؤال نتذكر أن هذا الجسم على النافذة وأنت استطعت رؤيته، فإما أن يكون شفاف، نعم شفاف وشبه شفاف، لأن هذين الوسطين يمررون الضوء ويعكسان جزءا منه. أحسن. السؤال الآخر: التدفق الضوئي يظل ثابتا مهما اختلف بعد السطح. قبل أن تجيب عزيز الطالب على هذا السؤال، يجب عليك تذكر ما هو أو معرفة ما هو التدفق الضوئي، وهو الأشعة الخارجة من المصباح أو من المصدر. هذه الأشعة لا تزداد، تظل كما هي للمصباح الواحد. فالسؤال، فعندما تجيب على هذا السؤال، علل التدفق الضوئي يظل ثابتا مهما اختلف بعد السطح عنه، لأن الأشعة الكلية لا تزداد، أشعة ضوئية ولهذا المصباح. السؤال الآخر: ما الاستضاءة الواقعة على سطح مكتب أضيء بمصباح كهربائي تدفقه الضوئي 1750 لومن، علما بأنه موضوع على بعد 2.5 فوق سطح المكتب؟ هذه مسألة حسابية. تأكد عزيزي الطالب قبل أن تجيب على هذه المسألة أن تجعل هناك نبذة أو رسمة لهذا السؤال. ذكر لدينا أن هناك طاولة وأن هناك مصباح معلق في السد يعطي أشعة، استضاء المضيئة بمصباح كهربائي تدفقه هذا التدفق اللي هو بي 1750 لومن. ولو ربطنا هذا السؤال بالسؤال السابق أن التدفق الضوئي للمصدر الواحد ثابت لا يتغير، علما بأنه موضوع على بعد كم؟ 2، المسافة من المصباح إلى سطح المكتب كانت R يساوي 2.5 متر، 2.5 متر. ويطلب لنا السؤال: ما هي الاستضاءة؟ الاستضاءة قانون، نكتب قانونه A يساوي B على 4 باي R تربيع. الـ A هي الاستضاءة، والـ B اللي هي التدفق الضوئي، والـ R اللي هي المسافة.
نحسب الآن اللي يساوي البي 1750 أربعة كما هي، الباي هو 3.14 ضرب الآر اللي هي المسافة من المصباح إلى سطح المكتب 2.5 مربع. نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد المقام 4 ضرب 3.14 ضرب افتح قوس 2.5 نقفل قوس تربيع، تظهر لدينا الإجابة ب 78.5 1750 على 78.5. نقسم 1750 تقسيم 78.5 وتساوي 22.29. لك عزيزي الطالب أن تجد هذه الوحدة، طبعا الوحدة البي التدفق الضوئي لومن وأربعة باي قيمة ثابتة، الآر كان بالمتر مربع، وهي هذه الوحدة تساوي الوحدة الأساسية للاستضاءة وهي اللوكس. أحسنتم. السؤال الآخر، عندما تسير في اتجاه الصف والباب مفتوح تسمع الأصوات ولكن لا ترى المتكلم. في هذه الحالة تصادفنا كثيرا أن نسمع الصوت ولكن لا نرى المتكلم، خاصة إذا كان هذا الصوت غير معروف لدينا، والسبب يرجع إلى أن هذه الأصوات أو الصوت ينحرف من عند حافة الباب، ولكن الضوء يسير في خط مستقيم فلا نرى من هو المتكلم إلا إذا وقفنا أمام الباب، لأن الصوت يصل إليك بانحرافه حول حافة الباب، لكن الضوء فإنه يسير في خطوط مستقيمة. السؤال الآخر، الأحمر والأزرق والأخضر هي ألوان، عندنا قبل أن نجيب على هذا السؤال عزيزي الطالب لننظر إلى هذه الرسمة الموجودة أمامنا، اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر، هذه الألوان إذا اتحد كل ثنائيين مع بعض أعطت لونا آخر، فلنلاحظ أن الأخضر والأحمر أعطت لون كالأصفر، واللون الأحمر مع اللون الأزرق أعطت اللون آخر، واللون الأزرق مع اللون الأخضر أعطى لون آخر، وجميعها اشتركت لتعطينا اللون الأبيض. فهذه الألوان الأحمر والأزرق والأخضر تسمى بألوان أساسية، ألوان أساسية منها نقدر نطلع أكثر من لون. السؤال الآخر، تبدو النباتات خضراء، يجول إلى خاطرنا لماذا الجميع ما هو السبب لوجود اللون الأخضر الطاغي على جميع النباتات من حولنا، وذلك يرجع إلى إلى صبغة نعرفها هي صبغة الكلوروفيل المستخدمة في عملية البناء الضوئي وهكذا، لكن هذه الصبغة تستمد الضوء من الشمس، وهذا الضوء الذي تمتصه هذه الصبغة إما لون أحمر أو لون أزرق، وجميعها هذه الألوان تمتص صبغة الكلوروفيل الموجودة في النباتات وتعكس لنا الضوء الأخضر الذي نراه. صبغة تسمى صبغة الكلوروفيل تمتص أحد أنواعها الضوء الأحمر، والنوع الآخر يمتص اللون الأزرق، وجميعها تعكس لنا الضوء الأخضر. وسط الاستقطاب، هذا السؤال الآخر، وسط الاستقطاب يسمى فراغ الاستقطاب، هذا الوسط في الاستقطاب يسمى بالمرشح، وهو أن الضوء ينفذ
بنصف اتساعه عندما أو بنصفه بنصف القيمة له إذا تم إمراره عبر هذا المرشح، هذا المرشح، ويسمى بوسط الاستقطاب، بوسط الاستقطاب. السؤال الآخر، قانون، اكتب قانون مولوس وفيما يستخدم. طبعا هذا السؤال مركب من إجابتين. قانون مولوس هو I2 يساوي I1 كوساين ثيتا 2. أولا نفسر ماذا يعني I2. I2 هي شدة الضوء عند مروره من المرشح الثاني، لأن يعني المرشح يحتوي على مرشحين الوسط الاستقطاب. I1 شدة مرور الضوء عند شدة الضوء عند مروره من المرشح الأول. كوساين وثيتا الزاوية، الزاوية هي الزاوية المحصورة بين المرشحين مرشحي الاستقطاب. فيما يستخدم هذا القانون؟ يستخدم للمقارنة بين شدتي الضوء الخارج من مرشحي الاستقطاب وتحديد الزاوية بين محوري استقطاب المرشحين. كيف يمكن تحديد هذه الزاوية؟ عندنا الزاوية ثيتا الآن، إذا كان مرشحي الاستقطاب متعامدين، يعني بحيث يكون هناك الزاوية 90، الزاوية 90، فثيتا تساوي هنا 90 إذا كانوا ماذا؟ متعامدين. طيب لنحسب هذه الزاوية، كوساين الزاوية 90، فنجد أنها تساوي الصفر، فعند ذلك الضوء لا ينفذ. متى لا ينفذ؟ إذا كان فقط مرشحي الاستقطاب ماذا؟ متعامدين، متعامدين. طيب ولك عزيزي الطالب أن تضغط أن نأخذ الجهة الأخرى، إذا كان مرشحي الاستقطاب متوازيين بحيث أن الزاوية تساوي كم؟ صفر. فماذا تكون قيمة الكوساين عندما تكون الزاوية مساوية للصفر؟ كوساين الصفر اللي هي متوازيين يساوي واحد، وهي أكبر قيمة، أكبر قيمة، حيث أن الضوء سوف ماذا؟ أحسن، ينفذ، سوف ينفذ. نقارن بذلك، إذا كانت محوري مرشحي الاستقطاب متوازيين، يعني الزاوية كم تساوي؟ صفر، فأن الضوء ماذا؟ يعبر وينفذ من مرشحي الاستقطاب. أما إذا كان مرشحي الاستقطاب متعامدين زاوية 90، فأن الضوء نعم لا ينفذ. أحسن. في هذا السؤال الآخر عفوا، استنتج هابل أن المجرات تتحرك مبتعدة عن الأرض. في استنتاج هابل، قبل أن تجيب على استنتاج هابل أذكرك بمعلومة بسيطة، أن الضوء الأحمر له طول موجي كبير، بينما الضوء الأزرق طوله الموجي أقل من الطول الأحمر. فعندما نرى هذا الضوء الأحمر بعيد هذا الطول الموجي، نجد أن هذه المجرة مبتعدة عنه، بينما الضوء الأزرق فإنها إيش؟ مقتربة منه. فلذلك لو استنتاج هابل رأى هذه المجرة مبتعدة، إذا ماذا رأى؟ رأى ضوء منزاح ناحية من؟ الأزرق ولا الأحمر؟ نعم الأحمر، نعم الأحمر، لأن الأحمر طوله الموجي كبير. فلذلك أن إجابة هذا السؤال أن المجرات كانت ترسل الأرض ضوءا مزاحا نحو الأحمر، فوجدها هابل فوجدها أو استنتج هابل أن هذه المجرة تتحرك مبتعدة عن الأرض. السؤال الآخر، إذا نظر فلكي إلى طيف مجرة وجد أن هناك خطا لطيف الأكسجين بطول موجي 525 نانومتر، وكانت القيمة المقيسة في المختبر تساوي 513 نانومتر، فاحسب سرعة تحرك مجرة بالنسبة للأرض، ووضح ما إذا كانت المجرة مقتربة أو مبتعدة عن الأرض. قبل أن تجيب إلى هذا على هذا السؤال، لدينا طولين موجيين لنفس الطيف،
ها طول 525 نانومتر و513 نانومتر. قيمة كان الفلكي عندما نظر إلى طيف المجرة وجد أن هذا الطول الموجي لماذا؟ للمراقب. ليش؟ للمراقب. بينما القيمة المقيسة في المختبر هذا الطول الموجي الأساسي لطيف الأكسجين. نعم، يعني هنا فرقنا فيما بينهم، هذا طول موجي للمراقب بينما هذا الطول الموجي لمن المختبر، هذا الطول الموجي الايش الأساسي. السؤال يقول احسب سرعة تحرك المجرة بالنسبة للأرض ووضح ما إذا كانت مقتربة أو مبتعدة. طبعا بشكل حسابي، يختلف عن السؤال الماضي الذي نقدر نحدد هل هي مبتعدة أو مقتربة باللون، هنا لا، سؤال حسابي. للحل نكتب، وهذا يسمى تأثير دبلر، نحلها بتأثير دبلر، دي لاندا يساوي لاندا مراقب ناقص لاندا طول الموجي الأساسي يساوي زائد أو ناقص في على سي مضروبة في اللاندا طول الأساسي. لاندا المراقب حسبناها وأعطانا السؤال بأن كم؟ 525 نانو متر، 525 نانو متر، طبعا نحولها إلى بالمتر لأن النانو وحدة صغيرة، النانو هي دائما وأبدا، دائما وأبدا النانو هي ضرب 10 ناقص كم؟ 9. والطول الموجي الأساسي للأكسجين كان 500 وكم؟ 13 نانو متر. نفعل بها كما فعلنا في السابق، ضرب 10 ناقص 9 متر. السؤال احسب سرعة تحرك المجرة اللي هي V، هي مجهولة، والسي واضحة لدينا ومعروفة، وقيمة ثابتة اللي هي سرعة الضوء وتساوي احسنتم 3 ضرب 10 أس 8 متر على الثانية. نأتي إلى هذه الحالة ونعوض تعويض مباشر. لاندا المراقب 525 عفوا ضرب 10 أس ناقص 9، طبعا ناخذ الجزئية هذه ثلاثة أجزاء، ناخذ ثنتين ناقص اللاندا طول الأساسي 513 ضرب 10 أس ناقص 9، طبعا الزائد الناقص إما تكون مبتعدة مقتربة فما نكتبها في القانون. الفي اللي هي ضالتنا او الشيء المجهول لدينا، واللاندا، اللاندا تاكد ان الطول الاساسي لطول الموج 513 ضرب 10 اس ناقص 9 على 3 ضرب 10 اس 8 اللي هي سرعه الضوء والقيمه الثابته. نحسب اكثر من الطلاب ينسى كتابة هذا الجزية، فهذه لك الطريقة، هذه لك الطريقة الصحيحة لكتابة هذا الرقم في الآلة الحاسبة 525 ضرب 10 أس ناقص 9، هذا الزر انسوه، تذكروه دائما لا تنسون، عفوا 513 اكس بي ناقص 9 يساوي 1.2 ضرب 10 أس ناقص 8 يساوي. الفي 513 ضرب 10 ناقص 9 على 3 ضرب 10 8 نقسمها على بعضها البعض، 513 نفس العدد ها ضرب 10 أس سالب 9 تقسيم 3 ضرب 10 أس 8، أفضل طريقة لكتابة الأعداد ضرب العشرة قوة 10، ف
فنحصل على 1.71 ضرب 10 أس ناقص 15 ضرب 10 أس ناقص 15 في. في هذه الحالة حصلنا على قيمتين، ولكن نبغى نوجد الفي السرعة، فنقسم على نفس المعامل، نقسم على نفس ماذا المعامل، هذه نقسم على نفسها تذهب مع بعض، نبقى نقسم 1.2 ضرب 10 سالب 8 على 1.71 ضرب 10 ناقص 15، 1.2 سبي سالب 8 تقسيم 1.71 اكس بي سالب 15، ويساوي لدينا عدد كبير لأن السرعة كبيرة 7 4 5 4 3 8 6. بإمكانك تختصر العدد، تكتب 7 وتعد الخانات 1 2 3 4 5 6 ضرب 10 أس 6 متر على الثانية، لأنها عبارة عن سرعة. وضحت لكم الآن في هذه الحالة السرعة طلعت عندنا ب 7 ضرب 10 أس 6 متر على الثانية. بقى الجزئية الأخيرة من السؤال، الجزئية الأخيرة من السؤال، وضح ما إذا كانت المجرة مقتربة أو مبتعدة عن الأرض. في هذه الحالة نحن الإجابة كانت موجودة مسبقا عندما طرحنا اللاندا المراقب من اللاندا العادية اللي طول موج لطيف الأكسجين، القيمة التي ظهرت لدينا قيمة موجبة، قيمة ماذا؟ موجبة. فاللاندا دلتا لاندا قيمتها موجبة، إذا ماذا تعني؟ تعني الشيء واحدا بأنها مبتعدة عن ماذا؟ عن الأرض. يعني قيمة دي لاندا قيمة موجبة، إذا فإنها مبتعدة عن الأرض. ننتقل للسؤال الآخر، علل لا يمكن اتخاذ الجدار أو الورقة مرآة. فيها المرآة هي عبارة عن سطح عاكس مصقول، هل المرآة بنفس الورقة سطحها مصقول ولا لا؟ خلنا نشوف الرسمة هنا، الرسمة في هذا الجزئية هناك أشعة متوازية سقطت على جسم غير مصقول، هناك نتوءات كما تلاحظ بهذا الشكل، وانعكست بأشعة متشتتة، فلذلك لا نعتبر الجدار أو الورقة سطحا مصقولا، ولذلك لأنها يشتتان الأشعة المنعكسة، يشتت ماذا؟ الأشعة المنعكسة. ننتقل الآن إلى سؤال حسابي، يجب عليك قبل أن وأنت تذاكر أخي الطالب وعزيزي الطالب تكون معك الآلة الحاسبة متذكرا قوانين المحاولة ثم المحاولة ثم المحاولة لكي تجيد حل المسألة إجادة تامة بإذن الواحد. السؤال: إذا كانت زاوية السقوط شعاع ضوئي 42، فما مقدار كل من زاوية الانعكاس والزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس؟ قد تتفاجأ عزيز الطالب من المطلوب لديك في السؤال في الاختبار أو في عندما تحل مسألة، ولكن ابدأ بتحليل هذه المسألة شيئا فشيئا بخطوات كما ذكرنا سابقا، خطوة بخطوة لكي تصل إلى الحل النهائي. عندما نريد حل هذا السؤال نتذكر، أو قبل نرسم رسمة، أن هذا عبارة عن سطح ماذا؟ سطح عاكس. سطح ماذا؟ سطح عاكس اللي هو مرآة. سقط عليه شعاع، ها؟
هذا نسميه شعاع ماذا؟ الشعاع الساقط. هناك عمود مقام. وانعكس هذا الشعاع بهذا الشيء. وهذا نسميه شعاع ماذا؟ شعاع منعكس. شعاع الساقط سقط بزاوية نسميها ثيتا اي، وهي زاوية ايش؟ زاوية السقوط. احسنت. وثيتا وانعكس بزاوية نسميها ثيتا ار، وهي ثيتا ار زاوية ماذا؟ زاوية الانعكاس. قبل أن نشرح في حساب أو في إجابة على السؤال، نذكر قانون الانعكاس الأول. ثيتا اي زاوية أو زاوية السقوط تساوي زاوية ماذا؟ زاوية الانعكاس. هذه أساسي القانون، جزئية أساسية. نرجع إلى السؤال. إذا كانت زاوية السقوط الضوئي 42، يعني سقط الشعاع الزاوي بمقدار 42 ثيتا اي، نعم ثيتا اي، فما مقدار كل من زاوية الانعكاس؟ ثيتا اي ظهرت لدينا في السؤال بأنها زاوية كم؟ 42 درجة. فكم زاوية الانعكاس على حسب قانون الانعكاس؟ الانعكاس زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، متساوية. إذا زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، وهي 42 نفس الزاوية. ننتقل مرة أخرى إلى السؤال، ولكن للفقرة الثانية. الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمرآة. هذا الفقرة الثانية أو هذه الفقرة الثانية. لدينا شعاع ساقط وهذه المرآة، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ يعني يريد هنا عندنا العمود المقام، هذا العمود المقام، وهذا شعاع الساقط، وهذه زاوية السقوط. كأننا قطعنا هذا الجزء وذهبنا به لهون، وهذا السطح ماذا؟ سطح ايش؟ السطح العاكس اللي هو سطح المرآة. قبل أن نحل نتذكر هذا الجزء يذكرك بايش؟ زاوية ماذا؟ زاوية قائمة. أحسنت. زاوية قائمة. كم حسابها؟ 90. نعم 90. 90 درجة. زاوية ككل. كامل. السؤال يريد ايه؟ يريد هذا الجزء. ما هي الزاوية أو كم قيمة الزاوية بين الشعاع الساقط، شعاع الساقط والسطح العاكس؟ فناخذ الزاوية كاملة ناقص كم؟ ناقص زاوية السقوط ثيتا اي 90 ناقص كم؟ 42. 90 ناقص 2 90 ناقص 42 يساوي 48 درجة، وهي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط وسطح العكس. نرجع إلى السؤال الثالث، فقرة ثلاثة. الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس. نفعل بها كما فعلنا في الرسمة السابقة. نأخذ هذا الجزئية كاملة، هذا الشعاع الساقط، وهذا العمود المقام، وهذا الشعاع المنعكس. في هذه الحالة هنا لما ما ذكرنا سابقا، هذه زاوية السقوط وهذه زاوية ماذا؟ الانعكاس. وهو يريد الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، الزاوية كاملة. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ نعم
نجمع هذه نجمع هاتين الزاويتين لنحصل على الزاوية ككل. فنجمع ثيتا اي زائد ثيتا ار، احسنتم، 42 زائد 42، نعم، كم تساوي؟ 84 درجة. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. سؤال ثلاثة، عفوا سؤال القادم، علل صور الأجسام المتكونة في المرايا المستوية صور وهمية. يعني إذا وقفنا أمام المرآة هل الصورة تكون حقيقية أو وهمية؟ هذا الجسم موجود أمام المرآة، تكونت لديه صورة في الخلف، وكذلك ناتج عن امتدادات هذه الأشعة، فلذلك يكون السبب أن تكونت من تشتت الأشعة الضوئية عن المرآة، فنحصل على صورة ليست حقيقية وهمية، بحيث أن أطرافها غير حادة غير حادة. المرايا المحدبة تستخدم على جوانب السيارات للرؤية الخلفية. نعم، أكثر السيارات طبعا تستخدم المرايا، فيها المرايا المحدبة، في المرايا المقعرة، لكن المرايا المحدبة بشكل كبير وتستخدم على جوانب السيارة. لماذا؟ لكي يتم للسائق الرؤية على مدى أوسع، وخصوصا لتجنب ولو بالقليل من النقطة العمياء، تعمل على توسيع مجال الرؤية للسائق. ننتقل إلى سؤال عن المرأة المقعرة. وضع جسم طوله 3 سنتي على بعد 20 سنتي من مرآة مقعرة، نصف قطر تكورها 16 سنتي، أوجد بعد الصورة وطوله. في هذه الحالة لدينا جسم ولدينا صورة، فلذلك في البداية قسم الجسم على طرف والصورة على طرف، بحيث أننا أعطانا السؤال معلومة عن طول وبعد، طول وبعد، فبنقسم هنا ناخذ الجسم وهنا الصورة. جسم طوله، الطول هو ايش؟ اتش. اتش ماذا؟ ما دام للجسم نعطيه دائرة اللي هي نط أو بداية. كم؟ 3 سنتي على بعد كم؟ 20، البعد اللي هو دي نط، كم؟ 20 سنتي. 20 سنتي من مرآة مقعرة. طيب نصف قطر تكورها 16 سنتي. أولا ما دام مرآة مقعرة إذا الإف لازم يكون اللي هو البعد البؤري، لازم يكون إيش؟ موجب مرآة مقعرة. وذكرنا أن نصف قطر التكور كان يساوي 16. لهذه الجزئية لكي نوجد الإف يساوي R على 2، R على 2، 16 على 2 كم تساوي؟ 8 سنتي، وهو البعد البؤري 8 سنتي. طيب نرجع إلى السؤال مرة ثانية، أوجد بعد الصورة وطولها. بعد الصورة اللي هو دي اي، الصورة طبعا امج نعطيها الحرف الاي، واتش اي طبعا مطلوبة في السؤال وتكون مجهولة. فنبتدي بالقانون الاول للمرايا، قانون العام، 1 على اف يساوي 1 على اف يساوي 1 على دي اي زائدا 1 على دي نوت. الاف
وجدناها سابقا 1/8 يساوي دي اي مجهولة، والأفضل للطالب نحلها في تحت بعض البعض، دي اي زائدا دي نوت كم 20. نضع المعالي في طرف والمجاهيل في طرف آخر، 1/dI يساوي 1/8 مع احتفاظك للإشارة عند النقل 1/20. هلا بلالة 1/8 ناقص 1/20 طلع 3/40 نضرب الوسطية في الطرفين أو نقلبها نحصل على الدي اي لأن المقام واحد، 40/30 نقسم 40 على تقسيم 30 أو 3 عفوا ونحصل على 13.333 سنتي. بعد الصورة ظهر بإشارة موجبة، إذا الصورة ماذا؟ صورة إيه؟ أحسنت، حقيقية. ما دام الإشارة التي ظهرت هنا عندنا موجبة بعد الصورة نضعها صورة حقيقية. ننتقل إلى بعد ذلك إلى احنا جبنا دي اي خلاص انتهى، نبغى نجيب اتش اي. اتش اي نوجدها من قانون يسمى بقانون التكبير، ام يساوي اتش اي على اتش نوت يساوي سالب دي اي على دي نوت. هذا السالب الموجود في القانون لا يمكننا نغيره كما هو، نعوض به كما هو، هذا قانون التكبير. اتش اي مجهولة، اتش نوت ب3 سالب كما هو، الدي اي ب13.33 والدي نوت ب20. نضرب الوسطين في الطرفين، 20 اتش اي سالب 13.33 ضرب 3 موجودة نضربها في 3 نحصل على 40 سالب 40. نقسم على معامل الـ HI تبقى الـ HI يساوي سالب 2 سنتي. السالب معناها طبعا ظهر لدينا الإجابة بالسالب، وهذا معناه أن الصورة ماذا؟ مقلوبة. الصورة مقلوبة، عندنا وصفين طلعت لنا من الحسبة، هنا بعد الصورة طلع بالموجب إذا الصورة حقيقية، وطول الصورة طلع بالسالب إذا الصورة إيش؟ مقلوبة. أعزائي الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الجزء، ونلتقيكم بإذن الله بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيد. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة. اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك.
المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة. أعطي وقتاً أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلاً بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. أعزائي الطلاب، عدنا إليكم من جديد، نذكركم بأننا نراجع وإياكم مادة الفيزياء للصف الثالث ثانوي، وسنركز الآن على وحدتي الانكسار في العدسات ووحدة التداخل والحيون. ونذكركم بأننا سنجيب على أسئلتكم واستفساركم بعد نهاية هذا الجزء بإذن الله. عندما ينتقل الضوء من مادة معامل انكسارها كبير إلى مادة معامل انكسارها أصغر، فإن حزمة الضوء تنحرف فراغ العمود المقام على السطح. عند انتقال عزيز الطالب المادة أو الضوء عفوا من مادة خفيفة إلى مادة ثقيلة، ونقصد بالخفيفة والثقيل معامل الانكسار، أو من مادة ثقيلة إلى مادة خفيفة، فعندما ننظر إلى عندما ننظر إلى ما بداخل الماء، فننظر من الهواء إلى الماء، أو عندما نسبح أو نغوص في الماء ننظر من الماء إلى الهواء، فتتغير زاوية أو تتغير زاوية الرؤية أو الرؤية الصحيحة لهذا الجزئية. فعندنا الآن هذا الجزء أمامنا، عندما انتقل شعاع من الهواء إلى الزجاج، من الهواء إلى الزجاج، نلاحظ انكسار هذا الشعاع بزاوية. وعندما انتقل من الزجاج إلى الهواء مرة أخرى من الوسط الثقيل إلى الوسط الخفيف، كيف كان شكل الشعاع؟ فعندما انتقل من الوسط الخفيف اللي هو الهواء إلى الزجاج كان مقتربا من العمود، وعندما انتقل من الوسط الثقيل إلى الوسط الخفيف أصبح مبتعدا هذا الشعاع عن العمود المقام. فلذلك عندما ينتقل الضوء من مادة معامل انكسارها كبير كالزجاج إلى مادة معامل انكسارها أصغر كالهواء، فإن حزمة الضوء تنحرف مبتعدة، أحسنتم، مبتعدة عن العمود. ولو عكسنا السؤال، عندما ينتقل الضوء من مادة معامل انكسارها كبير إلى مادة معامل انكسار من مادة معامل انكسارها صغير إلى مادة معامل انكسارها كبير هواء ماء، فإن حزمة الضوء تنحرف، أحسنتم، مقتربة من العمود المقام. ننتقل الآن إلى سؤال حسابي. حزمة ضوئية تعبر الماء إلى داخل البولي إيثيلين، يعني انتقلت هذه الحزمة من وسط الماء، من الوسط الماء هنا، من الوسط الماء يعني من وسط خفيف إلى وسط ثقيل. برأيكم لو أخذنا السؤال الأول قبل السؤال هذا، كيف يكون شكل الشعاع؟ نعم، مقتربا من العمود، لأنه من وسط خفيف إلى وسط ثقيل. فباعتبار أن الماء معامل انكسار 1.33 ومعامل الانكسار البوليثلين 1.5، فانتقل من الماء، هذا الماء وهذا البوليثيلين، فكانت زاوية السقوط 57.5، فما زاوية الانكسار في البوليثيلين؟ لنرسم رسمة نوضح فيها هذا الشيء. عندنا هذا الماء وهذا البوليثيلين، وعندنا العمود المقام. فعند سقوط الشعاع من الماء، هذا شعاع ساقط، سقط بزاوية مقدارها
57.5. وهذه نسميها ثيتا 1. قلنا بينكسر وين؟ مبتعد ولا مقترب؟ قلنا مقتربا من العمود وبزاوية نسميها ثيتا 2. وهذه الزاوية كانت هي الزاوية المجهولة اللي هي زاوية ايش؟ الانكسار. من قانون نحلها من قانون على قانون عفوا سنل. وقبل نوضح ان ان واحد اللي هي للماء 1.33 زي ما ذكر لنا في المسألة، وان 2 للبوليثلين 1.5. فمن قانون ماذا؟ قانون سنل. من قانون سنل ان 1 ساين ثيتا 1 يساوي ان 2 ساين ثيتا 2. هذا الجزء خاص بالسقوط اللي هو المن سقوطه على الماء، وهذا الجزء خاص اللي هو ان 2 وساين ثيتا 2 خاص بالبولي 2 والبولي 2 اللي هو الانكسار. ان 1 للماء 1.33 ضرب ساين الزاوية، زاوية السقوط كم كانت؟ 57.5 يساوي. ان 2 اللي هو البولي 2 معاه الانكسار بولي 2 1.5 ضرب ساين ثيتا 2 هي المجهولة، ثيتا 2 غير موجود. فماذا نعمل؟ نقسم على 1.5 للطرفين، تروح هذه تبقى لنا ساين ثيتا 2 يساوي. نحسب هذه القيمة عن طريق الآلة الحاسبة، 1.33 ضرب ساين 57.5 يساوي، نقسم هذا العدد وهذه الإجابة على 1.5، فيخرج لدينا الإجابة 0.7478. طيب الآن نريد إيجاد ثيتا 2، طريقة إيجاد ثيتا 2 يجب عليك اتباع ما يلي. أولا نكتبها ثم نطبقها، شفت؟ ساين ثم تكتب 0.7478. نطبقها على الحاسبة، نكتب صفر الحاسبة أولا، شفت ساين، شفت ماذا؟ شفت ساين 0.7478. ونقفل القوس، وضع يساوي، وتخرج لدينا الزاوية بكم؟ ب 48.4. 48.4 درجة، وهي زاوية الانكسار للبولي إيثيلين، لمادة البولي إيثيلين. طيب ننتقل الآن إلى الشريحة الأخرى، العدسة المقعرة عدسة مفرقة، والسبب عند الآن هذه الأشعة متوازية، هذه عدسة، هذه الجزء هذا يسمى عدسة كونكاف لينس اللي هي عدسة مقعرة، عندما تسقط عليها الأشعة المتوازية فإننا نرى أنها ماذا؟ يحدث انكسار فيها في داخل الاختلاف المادتين مع انكسار الهواء والماء، ثم يحدث ما يسمى بالتشتت التفريق إذا خرج هذا الشعاع من ماذا؟ من العدسة، فنسميها عدسة ماذا؟ عدسة مفرقة، لأنها تشتت الضوء الساقط عليها والمار بها عندما يكون
معامل الوسط فيها أصعب. ننتقل أعزائي الطلاب إلى السؤال الآخر. الصورة الخيالية الوهمية تتكون من الأشعة المنعكسة، لماذا تتكون لدينا صور وهمية؟ طبعا قبل أن نقول نجاوب على هذا السؤال عزيزي الطالب، نذكر أن هناك ترسم من، طبعا هذه عدسة وهذا عبارة عن جسم، ترسم من هذا لكي نرسم في نظام الرسم في العدسات أو في المرايا كذلك، نرسم شعاعين هنا في العدسات. الشعاع الأول يكون موازيا للمحور البصري، هذا المحور البصري، وينكسر ويصطدم بالعدسة وينكسر مارا بالبؤرة، مارا بماذا؟ بالبؤرة. والشعاع الثاني يسقط على العدسة وينكسر مارا أو يسقط على البؤرة وينكسر مارا بالمحور موازيا للمحور البصري. فهنا تكونت لدينا من هذين الشعاعين هذه الأشعة المنقطة، هذه أشعة ناتجة عن امتدادات هذه الأشعة. فالصورة الخيالية الوهمية تتكون من امتدادات الأشعة المنعكسة. الصورة الخيالية دائما تتكون من ماذا؟ من امتدادات الأشعة المنعكسة. الزوغان الكروي في العدسات سببه وماذا ينتج عنه وما هو علاجه؟ هنا فراغات، الزوغان الكروي في العدسات سببه وماذا ينتج عنه علاج. طبعا عندنا هنا في الصورة على اليمين بالنسبة لي أنا هذه، هناك صورة غير واضحة فيها تشويش تام، بينما هنا صورة واضحة. الصورة التي توجد فيها تشويش تام هذا عبارة عن الزوغان الكروي، وهو أحد عيوب العدسات. سببه اتساع العدسة، اتساع ماذا؟ العدسة. وينتج عنه زي ما رأينا هنا تشويش تام للصورة. علاجه يتم باختيار قطري عدسة مناسبين. اتساع سطح العدسة هذا السبب، ينتج عنه صورة مشوشة غير تامة. وإذا أردنا أن نحصل على علاج لهذه العين نختار نصفي قطري مناسبين. أعزائي الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الجزء، نلتقيكم بإذن الله بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيد. أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، مرة أخرى في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة والتي راجعنا فيها سويا مادة الفيزياء للصف الثالث ثانوي ضمن برنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاج 100 على 100. نبدأ بأول سؤال. وردنا سؤال من ذكر باسمي المالكي، ما علاقة النباتات بالفيزياء؟ نحن في البداية في الجزء الأول ندرس في جزء الألوان، والألوان هذه خاصة بالفيزياء، وكان من ضمنها لماذا تبدو النباتات خضراء. أكرر لأبنائي وأبناء وبناتي الطلاب أننا في هذا الحلقات ندرس مادة أو نراجع مادة الفيزياء 3 نظام المقررات. وردنا كذلك سؤال لماذا المصورين الفوتوغرافيين يستخدمون مرشحات الاستقطاب على عدسات الكاميرا، ولذلك لحجب الضوء المنعكس ولكي تخرج الصورة بصورة واضحة. أيضا وردنا سؤال لماذا هل الزوغان الكروي في المرايا فقط دون في العدسات دون المرايا؟ نعم، في المرايا لا يكون هناك، لا تتأثر بالزوقان لأنها لا تعتمد على الأشعة المحورية. كذلك وردنا سؤال الزاوية الحرجة
وكيف تكون؟ الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط التي ينكسر عندها الشعاع على امتداد الحد الفاصل. ومتى يكون هناك انعكاس كلي؟ بشرطين. أولا أن ينتقل الشعاع من وسط ثقيل أي معامل انكسار كبير إلى وسط معامل انكسار صغير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السقوط بزاوية أكبر من زاوية أكبر من الزاوية الحرجة. إلى هنا أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عن سؤال، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح إلى أن نلتقيكم في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.